ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفسٌ ما قدَّمت لغدٍ، واتقوا الله، إن الله خبيرٌ بما تعملون. سبعةٌ يُظِلُّهم الله في ظِلِّه يوم لا ظِلَّ إلا ظِلُّه. سبعةُ أصنافٍ من هذه الأمة اتصفوا بخلال تجعلهم تحت الظلال يوم القيامة. أول هذه الخلال وهذه الصفات إمامٌ عادل، بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لأهميته وضرورته، إذ لا قيمة لهذه الحياة من غير العدل. العدل أساس الدول، العدل سبب بقاء الدول، العدل هو مراد الله عز وجل في خلقه. إمام عادل، من ولاه الله عز وجل الولاية العظمى للمسلمين فعدل فيهم. والإمام العادل يلحق به من ولي شيئاً ولو يسيراً من أمور المسلمين فعدل فيهم. ألا وكلنا راعٍ، كما قال صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤولٌ عن رعيته، عدل فيها أم لم يعدل. واليوم أيها الأحبة، نحن مع الصفة الثانية والخصلة الثانية من صفات أولئك الذين يظلهم الله في ظل عرشه، ينجيهم من هول وكرب يوم كان مقداره 50,000 سنة. في ظلال الله، في ظل عرش الله، في نعيمه، في إكرامه وإحسانه طيلة 50,000 سنة. وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل. الخطاب اليوم إلى الشباب، أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و45، هذه هي مرحلة الشباب. والشباب كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الشباب شعبة من الجنون، فرع عن الجنون. الحق أيها الأحبة أن الشاب أو أن الإنسان في مرحلة الشباب إذا لم ينضبط بمنهج الله، إذا لم يلتزم بضوابط الشريعة، فهو أخطر من المجنون. هذه المرحلة العمرية ما بين 15 إلى 45 هي أخطر مراحل الإنسان على الإطلاق، لأن الشباب مظنة الشهوة، مظنة اتباع الشهوات، مظنة الغفلة عما أمر الله عز وجل به ونهى عنه، وهم الأقربون إلى معصية الله بحكم وجود القوة والنشاط والفعالية والفراغ، وهم الأسرع إلى الضياع وإلى الصبوة، وهم الأبعد عن ذكر الموت ولقاء الله عز وجل بحكم القوة، وإن كان الأغلب ممن يرحل في هذه الدنيا من الشباب، أغلب من يموت من الشباب. دققوا في هذا أيها الأحبة. رحم الله الشاعر أبا العتاهية حينما قال: إن الشباب والفراغ والجدة، إذا اجتمعوا هؤلاء الثلاثة، إن الفراغ والشباب والجدة، شاب فارغ وعنده المال، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة، أي ما أعظمها من مفسدة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم
اللهم صل وسلم وبارك عليه. وهذا هدية، هذا الحديث هدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا جميعا. في هذا الحديث يبين أن الشاب الذي تجرد عن ملذاته المحرمة وشهواته المذمومة وابتعد عن معاصي الله، وإن فعل شيئا منها عاد وتاب وأناب، هذا الشاب الذي نشأ وترعرع في طاعة الله، في أداء فرائض الله واجتناب نواهيه، يبشره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيجتمع به برسول الله تحت ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظل هذا العرش. هذا الشاب أيها الأحبة يخاطبه ربه: اسمع أيها الشاب الذي تراني أو تسمع كلامي، اسمع ما قال فيه، ما قال فيك ربك سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أيها الشاب التارك شهوته المحرمة من أجلي أنت عندي كبعض ملائكتي، ألا ترضى أن تكون كمثل بعض الملائكة كجبريل وميكائيل وغيرهم من ملائكة الله؟ أيها الشاب التارك شهوته من أجل الله أنت عند الله كبعض ملائكته. بل اسمع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك أيها الشاب: إن الله يحب الشاب الذي يفني شبابه في طاعة الله. شبابه مرحلة القوة والنشاط والهمة، يفنيها في طاعة الله، في مراد الله وتحقيق أمره. إن الله يحب الشاب الذي يفني شبابه في طاعة الله. وقال في حديث آخر صلوات الله وسلامه عليه: إن الله يحب الشاب التائب. هو مظنة الوقوع في الحرام، ولكنه إن تاب فالله عز وجل يحبه. الله يحب التوابين ويخص من هؤلاء محبة أولئك الشباب الذين يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. بل ما من شيء أحب إلى الله من الشاب التائب، كما ورد في الحديث: إن الله لا يعجب، وعجب الله معناه رضاه، إن الله لا يعجب من الشاب ليس له صبوة، أي ميل إلى الحرام. الله عز وجل يرضى عنه، يسر بهذا الشاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شبابنا في مراحل شبابهم من الضياع ومن الصبوة ومن الميل إلى الحرام. ولخطورة هذه المرحلة العمرية سماها النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة، غنيمة، فقال في الحديث الصحيح: اغتنم خمسا قبل خمس وشبابك قبل هرمك. لأن الشباب غنيمة. ماذا تعني غنيمة؟ يعني أنها إن ذهبت لن ترجع. إذا ذهب الشباب هل يعود الشباب؟ ولا الشباب فعز منه المطلب وأتى المشيب، فأين منه المهرب؟ هل هنالك رجعة إلى مرحلة الشباب؟ أبدا. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم أيها الشباب، سماها غنيمة. اغتنم، افعل ما استطعت من الخير في مرحلة الشباب. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن كل إنسان في هذه الدنيا سيسأل يوم القيامة حينما يوقفه ربه بين يديه، سيسأله عن أربع أمور. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: السائل هو الله، والمسؤول أنا وأنت. سيسألك عن عمرك فيما أفنيته، سيسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. تلاحظون في هذا الحديث أيها الأحبة أن الله سيسأل
عن عمرك كله وعن الشاب، رغم أن الشباب هي مرحلة عمرية من العمر الطويل، ولكن ستسأل عن شبابك مرتين، تسأل عن شبابك مرتين لخطورة هذه المرحلة ولأهميتها. فيا أيها الشاب، يا أيها الشاب المسلم، اجعل شبابك لله، اجعله في مرضاة الله، والله تسعد في الدنيا والآخرة. راقب الله في شبابك، احفظ الله، اعمل بطاعته واجتنب نواهيه، يحفظك الله في وقت ضعفك وشيبتك. إذا أنت حفظت شبابك يحفظك الله في وقت ضعفك وشيبتك. واسمع مني في هذه العجالة بعض النصائح، اجعلها نبراسا لحياتك أيها الشاب. أصلح ما بينك وبين الله، والله لن ينفعك إلا الله، ولن يسعدك إلا الله، ولن يعطيك ويغنيك إلا الله، لن يكرمك في هذه الدنيا إلا الله. لذلك أصلح ما بينك وبين الله، أخلص عملك لله. أي عمل تعمله، دراستك اجعلها لله، جامعتك وطلبك للعلم اجعله لله، عملك في ميادين الحياة اجعله لله، برك بوالديك اجعله لله. قل يا رب هذا من أجلك، حتى يكتب لك كل عمل تعمله. أخلص عملك لله، لأن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. كل عمل تعمله أخلصه لله. أحب الله من كل قلبك، ولما لا تحبه وقد أعطاك القوة والنشاط والهمة والشباب، أعطاك السمع وأعطاك البصر، وهو الذي يكرمك في الليل والنهار. لما لا تحبه ونعمه تترى عليك في ليلك ونهارك، لا يتوقف فضله عليك. أحب الله من كل قلبك، فوالله لئن أحببت الله أحبك كل شيء، ولئن أبغضك الله أبغضك كل شيء. بادر بالتوبة أخي الشاب إلى الله عز وجل بعد كل ذنب تفعله، واسمع ما قاله صلى الله عليه وسلم موصيا أبا ذر ذلك الرجل الشاب. قال: يا أبا ذر، اتق الله حيثما كنت، اعمل بطاعة الله واجتنب نواهيه حيثما كنت، في سرك، في علانيتك، أمام الناس، في غيبة أعين الناس عنك، في كل شيء اتق الله حيثما كنت. وإن فعلت شيئا من معاصيه وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أيها الشاب، حافظ على صلواتك الخمس الفرائض، أتقنها، أدها في وقتها، وليكن هذا في أول الوقت، وإن كان في الجماعة فبها ونعمت. ما أجملك أيها الشاب حينما تسمع الأذان فتهرع مسرعا إلى بيت قريب إليك من بيوت الله لتؤدي هذه الفريضة في بيت الله. كم يحبك الله إن فعلت ذلك وأنت الشاب القوي الفتي. كم يحبك الله حينما تترك شهوتك وملذتك وجميع كل ما يشغلك عن الله، تتركه وتذهب إلى بيت الله لتؤدي فريضة الله. أدي الفرائض في بيت الله، وخصوصا صلاة الفجر وصلاة العصر، هاتان الصلاتان اللتان تشهدهما الملائكة، تحضر بهما ملائكة الأرض والسماء، تشهدان صلاة الفجر وصلاة العصر. واعلم أيها الشاب أن أول ما يحاسب عنه المرء من عمله يوم القيامة الصلاة. أول شيء من عملك يؤتى بالصلاة، فإن صلحت صلح كل شيء بعدها، وإن فسدت لم يصلح شيء بعدها. أي عمل من الخيرات تعمله إذا لم يكن له أساس متين من الصلاة فلن يقبل منك، لن يصلح هذا العمل، لا برك ولا أعمالك الأخرى، كلها لن تنفعك إذا لم تكن الصلاة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. أيها الشاب اسمع مني هذه النصيحة، تقرب ما استطعت إلى الله بالنوافل. أنت قوي،
أنت فتيل، اجعل هذا الشباب لله، ليكن لك ركعات في ليلك ونهارك، ليكن لك صيام في يوم حار، تقول يا رب أصوم في حر هذا اليوم لتقيني حر ذلك اليوم وتظلني في ظل عرشك، ليكن لك أعمال من الخير تجعلها لله، ليكن لك شيء من القرآن تقرأه، لا أن تفتح المصحف من رمضان إلى رمضان، اجعل لك شيئا من أعمال النوافل، واعلم أن الله عز وجل قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه فبي يسمع، وبصره فبي يبصر، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استنصرني لأنصرنه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أيها الشاب، بر والديك وأحسن إليهما، فوالله إنما هما باباك إلى الجنة. والله الأب والأم أيها الشاب باباك إلى الجنة، أبوك باب وأمك باب أفضل منه، حينما تتعامل مع والديك أنهما باباك إلى الجنة فإنك تفعل مزيد الإكرام لهما والإحسان والطاعة. بر والديك، لأن الله ما قرن شيئا في عبادته إلا بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بر والديك وبالغ في برهما، فوالله هذا العمل من أشرف الأعمال التي تقدم بها إلى الله، من أكثر ما تتقرب به إلى الله هو برك لوالديك، فهو النجاة لك في الدنيا والآخرة، وهو السعادة لك في الدنيا والآخرة، بل هو امتداد لبر أولادك بك بعد زواجك وذريتك. بر والديك وأعد النظر، انتبه أيها الشاب، أيها الشاب أعد النظر في اختيار أصحابك. الإنسان في هذه المرحلة العمرية له أصحاب كثر، ينبغي عليك أن تنتقيهم كما تنتقي أطايب الطعام الذي يناسب جسمك ومعدتك. انتقي أصحابك، تخيرهم، فوالله لئن اخترت الصالحين الطيبين لتسعدن بهم في الدنيا والآخرة. صاحب الأشقياء لا سمح الله تشقى معهم، صاحب السعداء تسعد معهم، صاحب الصالحين تصلح بصلاحهم، اصحب الفاسدين ستنحرف لا محالة. ما دخن من دخن إلا بصحبة المدخنين، وما أرجل من أرجل إلا بصحبة المؤرجلين، وما فعل الفاحشة من فعلها إلا بصحبة هؤلاء، وما سعد من سعد إلا بصحبة الطيبين الطاهرين السعداء. لذلك تخير أصحابك، لا تصحب أي إنسان، أنت عزيز، أنت شاب تريد أن تستظل في ظل عرش الله، ليكن أصحابك على هذه الشاكلة، أصحابك ليكونوا ممن يريدون أن يستظلوا في ظل عرش الله. أيها الشاب، حدد أهدافك بدقة، لا تكن هكذا عشوائياً، لا تكن كالجلد المنفوخ في كرة القدم الذي يلعب به 22 لاعبا، هذا يشوطه هذا يركله، ليش؟ لأنه مملوء هواء فارغ ليس له هدف. كثير من الشباب ضائع ليس له هدف، لذلك هذا يركله هذا يضربه هذا يشوطه هذا ينطحه. كن لك، اجعل لك هدفا في هذه الحياة. الهدف الأعظم الاستراتيجي الكبير أن تستظل في ظل عرش الله، هذا الهدف الأعظم، أن تكون من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله، سبعة أصنام فقط، هذا هدفك الأعظم، كل شيء تفعله يقودك إلى هذا الهدف ويدعوك إلى الوصول إلى هذا الهدف. وليكن لك أهداف ثانوية، اجعل حدد أهدافك واكتب الخطط، اكتب الخطط من أجل الوصول إلى هذه الأهداف، ثم استعن بالله سبحانه وتعالى يوصلك الله عز وجل إلى أهدافك.
الهدف الأعظم أن تكون في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، الهدف الأعظم أن تكون مع أولئك الشباب، والله ستجدون يوم القيامة تحت ظل عرش الله شباباً كثرا وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم أغلبهم كانوا شباباً، وعلى رأسهم الحسن والحسين، ليكن هما قدوتاك في هذه الحياة. كن مع هؤلاء الشباب، بل مع هؤلاء الرجال، سماهم الله رجالاً، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى، ليس كل المؤمنين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. هذه الآية تلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما رأى الصحابي الجليل مصعب بن عمير الشاب الذي لم يتجاوز 30 من عمره، مجندلاً على أرض أحد، وقد عفر التراب وجهه، وقتل شهيداً في سبيل الدفاع عن دين الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من المؤمنين رجال صدقوا. أين مصعب الآن؟ أين مصعب؟ هل تتصور أين مصعب الآن؟ والله إنه في الجنة، الشهداء كلهم في الجنة يريدون أنهارها في حواصل طير خضر، وكل من يموت في طاعة الله سيكون قبره ومرحلة قبره إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يستظل في ظل عرش الله سيكون في جنة الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الحقيقة أيها الأحبة أن هذا الدين لا يصلح له إلا الشباب. وهل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا شباباً؟ بل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في ذروة الشباب. كم كان عمره حينما بعث؟ 40 سنة. ذروة العطاء وذروة القوة وذروة الشباب، وأبو بكر أقل منه بسنتين، وعمر أقل منه بقليل، وكان أصغرهم سناً سيدنا علي كرم الله وجهه. حينما نسمع اسم الزبير، الزبير بن العوام، والله كنت أتصور أن هذا الرجل عظيم، كث اللحية، كبير، ضخم، ذو عمامة كبيرة. الزبير بن العوام أحد المبشرين بالجنة، 10 بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، منهم الزبير. سماه النبي صلى الله عليه وسلم حواري رسول الله. كيف كان الحواريون حول عيسى؟ الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما أسلم ودخل في هذا الدين كان عمره 14 سنة، صف ثامن، يعني صف ثامن. هذا حواري رسول الله، كان شابا، ولكنه شاب هيأ نفسه ليكون رجلاً من رجالات هذا الدين. سيدنا الأرقم، وهذا الاسم ما أظنه أن يغيب عنكم أبداً، 3 سنوات من حياة الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو أصحابه سراً إلى الله. أين؟ في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، رجل فتح بيته للنبي صلى الله عليه وسلم للدعوة، للعلم والتعليم. الأرقم بن الأرقم ابن أبي الأرقم أسلم وكان عمره 15 سنة، فتح بيته 15 سنة. لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة: تعالوا إلى بيتي لتتعلموا من رسول الله. 15 سنة، أين شبابك يضيع أيها الشاب المسلم؟ أين أنت من هؤلاء؟ سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه كاتب الوحي، كاتب الوحي، يعني كان عدد كتاب الوحي لا يتجاوز أصابع اليدين، منهم زيد بن ثابت، وكان ترجمانه، تعلم لغتين، لغة اليهود ولغة الفرس، في أيام قليلة
بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع القرآن زيد بن ثابت، وعند موت النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره لما مات النبي عليه الصلاة والسلام 17 سنة. ماذا صنع في حياته؟ كم كان عمره؟ كم فعل وفعل في مرحلة إسلامه؟ سنوات قليلة. مات رسول الله وعمر زيد 17 سنة. عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد العبادلة الأربع، تسمعون بالعبادلة الأربع وهم علماء الصحابة، عبد الله بن عباس وابن عمر وابن مسعود وابن عمرو بن العاص، عبد الله كلهم اسمهم عبد الله، عبد الله بن عمر أعلم الصحابة وألزمهم هدياً وسمتاً بسمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أكثر الناس تقليداً وتشبهاً برسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 3000 حديث موجودة في الصحاح. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر عبد الله 20 سنة. ما أعظم هذا الشاب، ما أعظم هذا الشاب الذي صنعه الإسلام وقرر أن يكون عبداً ربانياً في الدنيا ومستظلاً في ظل عرش الله يوم القيامة. كذلك عبد الله بن عباس حبر الأمة وشيخ المفسرين. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 14 سنة. 14 سنة يا شباب، يعني صف ثامن الآن، يعني يلعب في الطابة، إذا حدا أخذ منه الطابة يبكي ساعات طوال، إذا خسر بلعبة القدم يبقى حزيناً طوال النهار. 14 سنة، أين شبابنا اليوم؟ يعني هل هؤلاء الشباب يعني يختلفون في إمكانياتهم ومهاراتهم وخلقتهم عن أولئك الشباب؟ القضية الهدف، الهدف، قرروا أن يكونوا رجالاً وعملوا على ذلك، فكانوا رجالاً صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن حبه زيد بن ثابت أو زيد بن حارثة. أسامة بن زيد كان الأصحاب إذا أرادوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً استشفعوا بأسامة بن زيد، وهو الذي قاد جيش الشام. تعلمون جيش الشام إنما توجه إلى الشام بعد ممات رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، في نفس الشهر الذي مات فيه رسول الله سير أبو بكر جيش الشام. من كان قائد هذا الجيش؟ أسامة بن زيد الذي كان عمره 17 سنة. 17 سنة، صف 11 يعني الآن، قائداً للجيش فيه عمر وعثمان وعلي وخيرة أصحاب رسول الله، قائد معركة يا جماعة. أين شبابنا اليوم؟ أين همم الشباب؟ أين غايات شبابنا اليوم؟ تراهم نائمين أو منبطحين أمام التلفاز أو أمام الجوال أو أمام الحاسوب أو يضيعون الأوقات في الشوارع والمقاهي وغيرها من الأعمال التي لا طائل تحتها. أين شبابنا اليوم من العلم؟ أين شبابنا اليوم من التقرب إلى الله؟ والله أيها الأحبة، حينما نسمع عن هؤلاء 17 عاماً يقود جيشاً عرمرماً، يعني ما هي مؤهلات هذا الإنسان رضي الله عنهم وأرضاهم؟ وها هي عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والتي كانت مرجعاً لأغلب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم والمعرفة والفقه. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمرها 20 سنة. أيها الشاب، هؤلاء قدوتك، هؤلاء هم أسوتك. والله إن أردت السعادة والنجاح والفلاح في الدنيا فعليك أن تنتهج بمنهج هؤلاء، وإن أردت السلامة والظل في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، والسعادة الأبدية المطلقة الخالدة في الجنة
فعليك أن تسير على نهج هؤلاء. وأنتم أيها الآباء، أيها المربون، إن مهمتكم عظيمة. هؤلاء الشباب ما كانوا لينشأوا لولا المربي، لولا الآباء العظماء الذين بذلوا ما بوسعهم وتوجهوا إلى الله عز وجل بالدعاء والرجاء أن يجعل أولادهم من الصالحين المصلحين البررة، من العظماء والسادة في الدنيا والآخرة. رحم الله من قال: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فما دان الفتى، أي تدين بحجن، أي بعقله، فما دان الفتى بحجن ولكن يعلمه التدين أقربوه. من بداية الصيف وكنت أرى بعد صلاة الفجر في كل يوم، حينما كان يؤذن الفجر في 3:30، شباب صف 7 6 يجون يأتون على صلاة الفجر، يبقون هكذا إلى 4-5 ساعات مكبين على المصاحف يتنافسون. البارحة تخرج منهم دفعة من حفظة كتاب الله، الصف 7 حفظ كتاب الله كله فهماً، وهذا الذي أتقن القراءة، وهذا الذي أتقن العلم. هؤلاء وبهؤلاء يحسن حال الأمة، بهؤلاء يرفع الله عز وجل البلاء إن شاء الله عن هذه الأمة. أيها الآباء، أيها المربون، تداركوا أبناءكم واعلموا أن الله عز وجل خاطبنا فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً، أهليكم، قوا أنفسكم وأهليكم ناراً، أي فقهوهم، أدبوهم، علموهم، خلقوهم، واعلموا أننا كلنا راع، كما قال صلى الله عليه وسلم: وكلكم مسؤول عن رعيته، وإن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. هذه أوامره صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الشاب الذي بذلت شبابك ووقتك لله ولأجل عبادة الله، وعبادة الله ليست فقط العبادات الشعائرية، إنما كل عمل تتقرب فيه إلى الله بنية صالحة فيه منفعة لخلق الله هو عبادة لله سبحانه وتعالى. أنت في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجمعنا جميعا في ظل عرشك، واجعلنا يا ربنا وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وكل من له حق علينا، اجمعنا معهم في ظل عرشك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إقرارا بربوبيته وإرقاما لمن جحد به وكفر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح حال أمة سيدنا محمد، اللهم فرج الهم والغم والكرب عن أمة سيدنا محمد، وارفع البلاء والوباء والغلاء وسفك الدماء وتسلط الأعداء عن بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك دوام النعم وحسن الختام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في المال والأهل والولد. ربنا
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لمحابك من الأعمال وأزواجنا وذرياتنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.